فعلا بيدفع تمام بقاله 64 يوم، والحد الأدنى $2 للدفع. طب كويس. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد من قناة المستثمر انفستور. طريقة سهلة جدا لربح المال يوميا مع موقع نتفليكس. موقع نتفليكس بقاله 64 يوم زي ما احنا شايفين اهو. طبعا بطريقة سهلة جدا بتربح المال. طريقة التسجيل في الموقع سهلة جدا، بس قبل ما نبدأ أرجو إن أنتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو الفيديو عجبك متنساش تدعمنا بلايك وتعليقك الحلو، ولو احتجت أي حاجة إن شاء الله برد عليك. يلا بينا نبدأ على طول. إزاي طبعا تسجل في الموقع؟ بطريقة سهلة جدا، تك ريجستير، تكتب الاسم والايميل وبتعيده تاني، تكتب اليوزر اللي بتخش بيه، وبعد كده بتكتب الباسورد وبتعيده تاني، وبعد كده بتكتب الكابتشا ده هنا تمام، وبعد كده بتوافق على شروط الخدمة، وبعد كده تك ريجستير. طبعا بنخش على الاتكون بتاعنا. احنا دخلنا على الاتكون بتاعنا. طبعا ازاي بنكسب من الموقع؟ بطريقة سهلة جدا، بنخش على ايرن ماني، بعد كده فيو اد، بنشاهد طبعا الاعلانات دي بس انا شاهدتها. بتخضع على الاعلان هنا، نقرت 1 سنت في 30 ثانية زي ما انتم شايفينه، هنا في 15 ثانية، وهنا في 10 ثواني، وهنا في 5 ثواني. طبعا هنا دي ده الداشبورد بتاعك او لوحة القيادة، دي طبعا نقراتك، وهنا نقرات الاحالات تبعك، ده اللي هو الناس اللي انت جابها من عن طريقك، وهنا الناس اللي انت اجرها. ازاي بتأجر؟ طبعا بتخش على رنت ريفلر $5، بتحول فلوس. ازاي تحول فلوس؟ هنا بتخش هنا تمام على رصيد الشراء، وبتقدر تحول من الحساب او من البرفكت ماني باير كوين بايمنت او البيبال او النترو. ازاي بتبيع؟ طبعا من بيبال، بتخش على الرابط ده، بتكتب اليوزر اللي انت دخلت بيه في الموقع اللي هو ده، وبتكتب الايميل اللي انت سجلت بيه برضه في الموقع ده، وبتكتب ايه المبلغ بتاعك اللي انت هتديه. طبعا الماين اللي هو اقل مبلغ هتديه $5. وبكده بعد ما تكمل الاجراء وتديع، طبعا بتروح علينا وبتكلمهم في الدعم وتقول لهم انا عملت ايداع، وبتديهم رقم المعاملة وبتديهم الايميل واليوزر، وطبعا بيضيفولك الفلوس في الحساب. بعد ما يضيفولك في الحساب بتقدر تأجر ريفلر. طبعا بعد ما تأجر ريفلر لازم كل يوم تشاهد 4 اعلانات، 4 اعلانات هنا فيو ادسن. بعد ما بتشاهد 4 اعلانات بيوصل لك فلوس الريفلر يوميا. لو ما شاهدتش في يوم مش هيجي لك اليوم اللي بعديه، وهكذا. طبعا طريقة السحب سهلة جدا. السحب من اول لما توصل $2. طبعا بالنسبة للموقع بيدفع، ايوه الموقع بيدفع. انا عندي واحد صاحبي برضو الدفع وصلت له، وطبعا الموقع ده زي ما احنا شايفين بيدفع ومفيهوش اي مشكلة تمام. طبعا هنا بتقدر تحط النتلر بتاعك، البيبال، البرفكت ماني، البير كوين بايمنت، وبعد كده بتحط الباسورد، وبعد كده بتكسنت، وبتحفظ اللي انت عملته. ازاي طبعا بتنشئ اعلان في الموقع؟ بتخش على دي، بتختار طبعا انت هتنشئ اعلان في ايه. هنا مثلا باي تو كليك اد، اللي هو تدفع لنقر الاعلان اللي هو هنا، بيجي لك مثلا اعلانات هنا، بيجي لك الاعلان هنا او هنا على حسب انت هتدفعه الكريدت تمام. وهنا لوجن اد، اول ما بتخش على الحساب بيجي لك لافتة كده بتظهر لكل المستخدمين اليوم بدولار. وهنا البنرات، بانر طبعا
اول ما تخش على اعلان او بانر زي ده، اول ما تخش على اعلان طبعا بيظهر بانر زي ده، بيبقى البانر بتاعك هنا. واخر حاجه دي لسه مش مدعم، فانت بعد ما بتشتري بتخش طبعا هنا بتفعل الاعلان بتاعك، بتشوف انت اشتريت ايه. احنا اشترينا مثلا دي، بنخش على هنا، وبعد كده بتلاقي طبعا الاعلان بتاعك هنا بيقول لك تقدر تضيف عليه تمام الكريدت بتاعك، بيبقى مثلا معاك حق الكريدت اللي انت اشتريته، وبعد كده بتضيف الكريدت على الاعلان، وبعد كده اعلانك بيتم نشره بعد 5 دقايق بعد المراجعة. طبعا كده خلص شرحنا عن الموقع. الموقع سهل جدا عن طريق الربح. طبعا انت ممكن لو معاك بيبال بتقدر تدعم البيبال على الموقع على طول، وبتقدر تسحب برضو على البيبال في الموقع، وتقدر تسحب على اي وسيلة من اللي انت شايفهم دول. خلص شرحنا عن الموقع. شكرا لمشاهدة الفيديو لحد هنا، ارجو ان انت تشترك في القناة وفعل زر الجرس ولايك للفيديو. السلام عليكم.